صدمة كبيرة لحارس إيطاليا ونادي باريس سان جيرمان جانوليجي دوناروما بعد هجوم على منزله في باريس. دوناروما كان في بيته مع زوجته عارضة الأزياء ومهندسة الديكور أليسيا إليفانت لما هاجمهم أشخاص وأيدوهم وسرقوا مقتنيات من البيت وصلت قيمتها ل 500 ألف يورو. دوناروما بعد الحادثة هرب مع شريكته لفندق قريب من بيتهم فجر يوم الجمعة. استقبلوهم العاملين في الفندق ونقلوهم لأقرب مستشفى لتلقي العلاج من الصدمة وأبلغوا الشرطة بالحادث. الشرطة فتحت تحقيق في حادث السطو المسلح وقالت إنها عصابة منظمة كسروا باب البيت قبل ما يبدأوا الهجوم وبدأوا محاولات البحث على الجناة. والوكالة الفرنسية قالت إن اللاعب تعرض لجروح طفيفة ولكن شريكته لم تصب بأي أذى. دوناروما كان المفروض إنه هينضم لفريقه باريس سان جيرمان يوم الجمعة استعداداً للموسم الجديد، بس هل دي أول حادثة لنجم في باريس؟ سبق دوناروما قبل كده ماركينيوس وأنخيل دي ماريا وقت لعبه في باريس، كان نجمي سان جيرمان في مباراة للفريق وقت السرقة، والقائمة تطول وضمت سيلفا وألفيش وتشوبو موتينج، مش بس في فرنسا، كمان في إنجلترا. اضطر رحيم ستيرلينج نجم منتخب إنجلترا لمغادرة كأس العالم في قطر ديسمبر اللي فات لما تعرض بيته للسطو. تفتكر إمتى هتنتهي حوادث السرقة للاعبي باريس؟